الايكولوجي في الطريقه ديال البني ديالو، كيتبنى غير بالحجار والطين ومواد اللي ما داخلاش فيها مواد كيميائيه، ما كيخدموش بالسيمه العاديه ودوك لي برودوي العاديين، كلشي دي برودوي اصلهم من الحجار مطحون، حتى اللون ديالو هاد لاتينت ديالو كيكون حتى هي اصلها ناتوريل، فينيسيون ديالو كامله غير بدي ماتير اورغانيك. هو باقي اون كور دو كونستركسيون. وبالنسبه لاليمونطاسيون اختاروا انهم يديروا لينيرجي سولير، كاين هاد الانستالاسيون هادي اوف غريد، ما وصلش الضو هنايا نهائيا، فيها 8 ديال البانويات ديال 460 هما هادو جي ا سولار. وبالنسبه لو سانيتير ديال الدوش داروا، درنا لهم واحد شوفو ايكونومي ديال 200 لتر، هادي الجينيراسيون الجديده ديال لا مارك ايكونومي. هاد لابارتي هادي نورمالمون اللي جاو فوق من لي بانو راه سيبوزي تكون باركينغ. هاديك الدار راه مبنيه بهاد الطوب هذا، نفس هاد الطوب هذا ديال الطين كيزيدو فيه التبن حتى هو، ها هو راه كيتصاوب هنايا سور بلاص، هو باش مبنيه هاديك الدار كامل. بالنسبه للدار هاد السطح ديال هذا غادي يديروا فيه لا ريكوبيراسيون ديال لوط ديال البلوي، الماء ديال الامطار غادي يجمعوه كيهبط مع داك القادوس وكيجي لهاد البيت هذا باش كيتطريط. هنا كيكون واحد النباتات اللي كيدوز عليهم داك الماء، وهما اللي كيلعبوا الدور ديال انهم ينقيوه ويديغراديو لي باكتيري اللي فيه وداكشي بيون فاسون بيولوجيك، ما كيدخلش فيها زعما لا ماتيير شيميك. هنايا البارتي اللي درنا فيها لونديلور ولي باتري، دونك كاين 4 ديال لي باتري ديال 200 امبير جيل. لونديلور هو هذا انيرم ديال 5 كيلووات كونفيغوري على المود اوف غريد، لي بروتيكسيون هما هادو دي سي و اسي. دونك فوالا هاد لا بومب دو سيرفاس ولا بومب ايمرجي اللي كاينه هنا راه ما خدامينش بالاوف غريد، كاين عندهم انستالاسيون ديالهم بوحدها، حيت لي باتري والبومباج راه ما كيطلعش. دونك الا درتي انستالاسيون اوف غريد فيها لي باتري وبغيتي تخدم بها البومبا، واخا تكون بومبا غير صغيره راه لي باتري كياكلوا العسل دغيا كيموتوا. دونك حنا اون بريفير ان يكونوا لي دو انستالاسيون سيباري، ما عمرنا ما كنجمعهم في انستالاسيون واحده.